أي واحد في الدنيا كان حيضرب نفس ضرب الناصة. قل ليش؟ ليش؟ خلية عندك جاهزة تطلع صوت. وكل عورتني يقول لي وما عورتني. خالد الفراج وعبد المجيد الرهيدي. هو دائما بفاجئني ببرتج الأشياء، دائما يكلمني من فوق لتحت مع إني ماني طويل، أنا دب وعريض. ذكريات طيلة العشر سنوات اليوم طلعت. يا واد قرب من عنده أبوي يقلب سنشير وصمات صمات. بصراحة مع غدا العاشرة بتوقيت السعودية على MBC 1.